في الاهلي في حاله تعثر في صفقه سويسرا. يمكن نادي سيون يقال ان هو ابتدى تفشل صفقه انتقال نيانج الى سيون، ويقولوا ان الاهلي داخل في الموضوع. انت شايف ان نيانج ده كويس؟ يعني انا شايف انه قوي قوي، ما عندوش حاجه يعني. لا مش يعني مش شايف ان هو في طفره كبيره بوجوده، ومش عايزين نقصر تعاقداتنا على الناس اللي بنشوفها في الماتشات اللي ضدنا بس. انا بعتقد انه لو في حد عمل سكاوتنج كويس هيجيب احسن من نيانج كتير. يعني كلوتي ده كان احسن، ولا اللي هو كان كلوتي اللي راح الترجي احسن منه بكتير، يعني متحرك وسريع ولاعب كوره احسن منه. لكن انا شايف انه في ناس لو اتعمل سكاوتنج كويس في 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 افريقيا هيلاقوا، او في الانديه اللي بره هيلاقوا في كتير احسن من يانج. في ناس كتير احسن منه، انا مش شايف انه هيفيد النادي الاهلي قوي. انا برضه بصراحه يعني بضم صوتك، انا شايف ان هو على قده يعني، لازم قوي، بس هو قوي وعنده بعض السرعات. لكن النادي الاهلي لازم يتعلم من التجارب انه يجيب بتأني دلوقتي، ما فيش داعي ان انا اجيب ياخده مع اليابان مثلا، اجيب اللي انا شفته يعني. يعني هنا يقول لك انهاء التعاقد مع المهاجم الكاميروني قبل انطلاق كاس العالم حتى السنة له المشاركة في البطولة، شايف ان ده ممكن؟ لا ما اعتقدش، لا صعب قوي، صعب جدا. مش هو برضه اللي يعمل حاجة متهيألي في اليابان يعني. لا ما وليه هياخد الميزة الكبيرة قوي دي كده ويخش على اليابان على طول ليه؟ صح. طيب هي الكورة بتجتمع بالجهاز الفني، يعني اعتقد هيبقى اجتماع